الأمر من فوق قطعي. اسم اسكندر ما رح يتقدم للرأي العام أبدا. هدول أكيد جنوا، خايفين هالعملية تضعف الدولة، لهيك ما حدا عم يغامر بأي شكل. يعني الكل خايفين من اسكندر؟ في خايفين وفي داعمين وفي منتظرين فرصة، وفي اللي عم يستنى شو رح يصير كمان. فهمت عليك، وحدنا مثل العادة. امتى جاي المقدم إلهان؟ بيوصل بعد شوي. شكرا سيدي الرئيس، انت كمان مشغول، ما في داعي اشغلك اكتر. انت ليش هيك معصب مني يا مراد؟ ماني معصب من حدا، بس تعبت من تأجيج الأمل ومن الخيبة يلي بتلحقه كل مرة وبتنسفه. بكفي. شوف، حتى أنا عم تضغطوا علي. دخيلك مراد هلأ مو وقتها. دخيلك مراد، مصالح الدولة بتتأذى. دخيلك لا تساوي، دخيلك لا تعمل، ولا أنا بمسح اسكندر بلمحة بصر. والحقيقة أنا ما عم بعرف مين اللي وراه، عدونا ولا صديقنا. أنا ساكت مشان ما يروحوا أبرياء بين الرجلين، بس هلأ ما عاد اسكت. الكل بيعرف كيف ياكل من هالدولة، وبس نصل للدفع دخيلكن لبعدين. بس نحن اللي دفعنا الثمن. أنا دفعت وصار غيري لازم يدفع. شكرا، شكرا جزيلا لأنك وثقتي فيني ورجعتيني على الشركة. ورح ندير هالشركة سوا يا يلدس. لازم نسكر مرحلة أبي وبولوت. سمعت إنه نباع قسمة من الشركات والباقي صفوها. مزبوط، بس أنا ما بتفرق معي، هديك مجالات ما بتلزمني. لا تنسى إنه نحن بأقوى قطاع ومنعرفه كتير مزبوط. إذا بتسمحي لي جبت لك هدية صغيرة. جد؟ ملف اغتيال سعدي باشا. سمعت وزعلت. اللي قتله باسم المنظمة مورو تعالى بالمدينة. إذا بتريد من الصبح عم بستنى وبدي جواب. عم نعمل الحسابات يا مدام، وأكيد برنامج الدفع راح يرضيكي. أنت مو قالوا لك تجي الخميس الجاي؟ الخميس الجاي؟ هالتأجيل شو معناته؟ شو جابرني استنى؟ وقت أخذتوا المصاري ما قلتوا لي هالحكي. هلأ في أزمة اقتصادية، بس ما حدا قال إنه ما رح تاخذوا مصاريكم. بشو معلم؟ رح تاخذوهم، بس بدنا شوية وقت. رجاءً تقدروا وضعنا بهالمرحلة، رجاءً. أنا ما بيعنيني هالموضوع. ولك تشيتين؟ بحسب وبحسب ولسه ناقص 280. معلم الله وكيلك ما أخذتهم، ما في 5 قروش بجيبتي، بس بلكي رعد. تضرب شو فساد. آكل شارب نايم مع البرجوازيين ولسه ما تعلمت آداب البرجوازية. لك يا ابني دق الباب، شو حضرتك بلا ذوق؟ قاعد ورا المكتب ومرتاح. افتح تلفزيون يلا. ليش بقى؟ انت افتحه وبتعرف. أفادت التحقيقات بأن مسؤول المنظمة في المدينة المدعو مورو هو الذي خطط لعملية اغتيال سعدي باشا، ومجموعته هي التي قامت بتنفيذ العملية في 8 صباحا. وسنواجههم فيما بعد بالتفاصيل. لك هدول ما عندهم لا شرف ولا كرامة بنوب. لك تشتو، شفت اللي صاير؟ قسما بالله هالمرة هي الأخيرة. اها، عم تتصل مرت المرابي، اكيد شافت الخبر، بدها تحذرني منك. لك خليها تروح تنضب احسن لها. لك اخ، حتى القاده الكبار بالمنظمه ما واجهوا هيك مؤامره. معلم مين اللي عمل هاي المؤامره برايك؟ شو بدها سؤال؟ اللي قتلوا الباشا هن اللي عملوها. والله واخيرا صارت، القائد مورو
دخل بتاريخ الثورة أخيرا. هلا وقت التاريخ يا أجداب، نحن بهلا. لك نحن عم نواجه مؤامرة كبيرة، لازم نعمل تحليل. وأنت كمان أخي عود لنفهم شو بدنا نساوي. أنت شو رح تعمل يعني؟ رح بيقطعوك شافي شافي جوات السجن يا مسكين. معلم أنا عملت تحليل، نعلن إنه هاي المؤامرة تدبرت ضدنا ونهرب برات البلد كلياتنا وبسرعة على أفريقيا مثلا. بشكرك يا ابني، ما خطرت لي أفريقيا أبدا. شو بدك ترجع لقبيلتك الأصلية؟ الولد حكيه مزبوط، أوروبا مو سهلة. ممكن هلأ نعمل تحليله بالمزح؟ مين هو ورا المؤامرة؟ ألف مسؤول المدينة الجديد، باء دخول اسكندر للحكومة العميقة، جيم عالم دار عصابته. يا معلم أكيد كل هاي الاحتمالات اللي قلتها ممكنة. لك حاج بقى، ألو روحي. أنا باجتماع بدي أقول لك. ليش عم تقولي عنه قاتل يا حياتي؟ هالحكي مو صحيح ابنه. مورو مو من هذا النوع. مورو رجل ثوري واعي وبيعرف مين بده يقتل وإمتى وكيف. حط التليفون بلا ما أوصك. ها لعمة، مستقبلي انتهى. لك انت شو عم تحكي؟ كل مشكلة وإلها حل. كل مستقبلي وكل أحلامي بإيديك لعمة. محمد أنا فهمانتك منيح بس ما عم بقدر ساعدك. شلون بتقولي هيك يا أسو؟ كيف بترفضي؟ كيف وأنا كنت معك طول هالسنين؟ حسني ليش هيك عملت؟ بأي حق هذا التافه اللي بلا ترباية بيعلن عن حبه إلك بهالطريقة؟ شو هالوقاحة؟ شلون بتتجرأ وبتتحركش بخطيبة تركيبك ولك؟ ولك أنا أحب هذه يا زلمة، ولك أنا روحت مصاريي كلها مع واحد مرابي وعم بشكي لمصيبتي. وليش عم بتتعب وسخانهم بهالقصة؟ حدا قال لك إنه بتعرف عن المرابيين شي؟ بتخبرني إلي؟ قول وأنا بحل لك إياها. احكي محمد احكي، بلكي بيقدر يحل القصة. واحد مرابي رافي فايدته كويسة بس مات. رحت لأخذ مصرية فقالوا لي ما في هلأ، وفجأة أعلنوا إفلاسهم. بس ما بعتقد رح يدفعوا أبدا، وأنا يعني بدي سيد تركي يلاقي لي حل ويحاكي السيد مراد. باسم مراد علمدار وباسم تركي بيك أنا بحل لك الموضوع. وقع لي هون إذا بتسمح، هيك بتكون وكلتني. مورو ما له علاقة اللي عم تقلي. ما أنا بعرف مين اللي عملها. مين هذا الضابط؟ معاون الباشا يلي مات. وكانت مديرية الأمن قد قبضت على مورو ومجموعته من قبل، ولكن مرحبا تمكنوا من الفرار نتيجة فضل حادث تدور حوله الشكوك، وما تزال السلطات تبحث عن المدعو مورو شو رح نعمل؟ جماعتك شو رأيهم؟ بعد هالأخبار صعب يقولوا أي شيء. عفوا لازم رد. تفضل. ألو تفضل. شفت يا عبد الحي؟ طبعا حولها مورو طلع القاتل.
المنظمة واسكندر بدهم يستفيدوا من مورو إذا كان عايش ولا ميت. بس يا مدام حضرتك بتعرفي الإجراءات أكتر مني. الريبورتاج بينعمل بس بعد ما ناخد إذن المؤسسة. ما بعتقد إطلاقا رح يسمحوا. إيه طبعا خسرنا المعلم وألمنا كتير كبير. لو سمحت. إيه مدام لحظة. تلفزيون ولا صحافة؟ لا تلفزيون. طيب وافق واعطيهم موعد. هذا مستحيل. يلي عم بيصير هو المستحيل. رجاء نفذ. ايه مدام عندي شي اقوله للاعلام ولازم قابلك انت والمصور. وين بدي شوفها؟ هلا ببعت لك العنوان بمسج وبستناكي خلال ساعة. ما فهمت شو السبب. اذكر قاتل سعدي باشا الحقيقي وخلينا نشوف اذا رح ينزاق. المجنون تبع مراد على المدار. الكف اللي اكلته نفع. برافو شغلك احسن. عم تشوفه لامورو؟ لا يعني مرات. هالشاب منيح لو كان عقله مشوش بس في بقلبه حب حقيقي للناس. يلا لشوف ناديني المسؤول عندك. هلأ شو إلى أهمية مين عمل هاي الشغلة؟ والله ما فهمت. الفاتورة رح تدفعها أنت. والله لو كنت أنا بمحلك بطلع من هون وشو مشتهي بعمل ليطلع الصبح. لأنه هلأ أنت بحكم الميتين. شتين دبر لي حرم خالفي لا أعمل لي ثورة تانية مشان ما موت بحسرتي. إيه أنا بأمرك معلم. عود أنت التاني. معلم معلم اجا المجنون. ما كل اللي قاعدين قدامك مجانين لك رعد. لا معلم لا مجنون عن جد. هذا تبع مراد على مدار ناطر برا. ومراد على مدار ليش بعت مجنونه لعنا؟ رجال مثل هاد ما بيبعت مجانين. خلي يجي لك رعد واذا ما مشي الحال بناخذه رهينة عنا. ايه انا بامرك معلم. معلم ليش المجنون بيصير رهينة؟ ولك إذا أنا عملوني قاتل الباشا ليش حتى ما يصير يعني؟ أنا منيح يا عمري بس عم بدرس القضية مع الشباب. لك الله يلعن أبو السوار اللي مثلك. والله ما بقدر أجي يا روحي. معلم خلينا نبعث الرئيس شامو لعنده بركي بيقنعه. يقنعه كيف يعني؟ معلم يا معلم شو مشان المجنون؟ لا خلص حاضر حط التليفون وانت يا بطيخ سكر الباب من جوا. احكي معك بعدين. لعمة شو هاد؟ روح لعنده شوفها. بر 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 نخرتنا راسنا. روح شوفها وتعا. وانت هات لي المجنون. حاضر. وانا معلم شو ساوي؟ وانت خليك قاعد هون لحتى تشهد. يا معلم يا معلم ساوي اي شيء. بلا ترباية ولك ليش عم تكذب؟ اخ انت مجنون؟ ليش ضربت الولد؟ صرت قايل لك 100 مرة على امراض الناس لا عاد تتمسخر يا عدو القانون. هلا بلا قانون ومنون ليش جاي لهون؟ جاي اخذ مصاري
لا كمان عالم دار له مصاري هون. شو دخلك انت؟ يلا ابعث لي المسؤول تبعكم وانت روح سلم حالك للعدالة. اي عدالة؟ هي عدالة بنت خالتك اللي قد الدلفين عم يحكي عنها. وحضرتك ليش عم تتهرب من الموضوع؟ انا جاي اقبض ديون الدكاترة اللي بيشتغلوا بمشفى السيد تركي، وهي وكالة موقعة. ولك هي وكالة بتسميها؟ اما بتاخد فيها باكيت زبدة صغير. واحد قاتل فار. لا تحكي شيء اكبر منك. بدي اسألك سؤال، واذا بتجاوبني بعطيك مصاريك. هات لنشوف. الباشا مين قتله؟ بالاخبار قالوا انه انت اللي قتلته، بس انا بعرف انه انت ما عندك هالموهبة لتعمل هيك عملية كبيرة. هلا انت بدك تقيس موهبتي؟ اخس، جاوبني على سؤالي، الباشا مين قتله؟ اسكندر الكبير. وكيف عرفت؟ لازم تحلل العملية منيح، بتساوي المعادلة اللازمة لتشوف الأقوى من الأضعف. مين برأيك الأضعف؟ الدولة؟ الدولة ومورو. طيب مين عم يقوى؟ اسكندر الكبير، وعم يدعي انه بيدير الدولة احسن. انا بهنيك شيتين، مقابل تحليله الممتاز ادفع له نص الدين. ليش بس النص؟ ازمة يا اخي، تعال بكرة وراح نحكي بهالازمة وبتاخد اللي بقيال لك. على فكرة اعطيني رقم تليفونك مرة تانية. بس انا ما برد على الارقام السرية. ها بقى في شي سري، المجنون اللي علقنا هالعلقة بيعرفه اصلا. المجنون مين معلم؟ ولك يا هج، سعدي باشا اللي قتله هو اسكندر الكبير مو حدا تاني. بس هذا الادعاء خطير كتير، في عند حضرتك اثبات؟ سعدي باشا كان محضر ملف بخص تصفية اسكندر الكبير وتنظيمه السري، وعرف الكبير الموضوع وهدد الباشا. بس اسكندر الكبير كان بالسجن، وين وامتى وكيف صار التهديد؟ لما راح قائدنا المرحوم على المشفى ليعمل تحاليله فاجأوه بزيارة، هنيك هددوها التهديدات وقال اذا ما بتتراجع عن عملية التصفية انا اللي بدي اقتلك. وتاني يوم بكير تحركنا على انقرة وبدون ما نخبر حدا. يعني عملية الاغتيال هاي مو مخطط لها مثل ما ورد بكل النشرات الإخبارية. أيوة مزبوط، ما كان البرنامج محدد قبل. اسكندر الكبير ما نجح بأول محاولة اغتيال، ولما ركب قائدنا المرحوم بالهيلوكوبتر اللي إجت الخاين حقق هدفه بسهولة. عم تدعوا أنه سبب ارتكاب اسكندر الكبير للجريمة هو أنه يمنع عملية تصفيته. مين بتضم هالعملية غيره؟ كان القائد أخذ قائمة بتتضمن موظفين مدنيين وعسكريين تقال. طيب والملف؟ قدرتوا تنقذوه من هالعملية؟ ايه في عندي نسخة منه. وبدك تقدم معلومات حول مضمون الملف؟ يا أنسة بما يخص الملف ما عندي تصريحات. شكرا لك. شكرا كتير. هلأ شو راح يصير؟ يا بينشروا المقابلة وبيصعدوا الوضع بالبلد، يا اسكندر راح يحاول ياخد الملف من المقدم إلهان. كان القائد أخذ قائمة بتتضمن موظفين مدنيين وعسكريين تقال. طيب والملف؟ قدرتوا تنقذوه من هالعملية؟ ايه في عندي نسخة منه. وبدك تقدم معلومات حول شلون؟
هناك يا يلدز. سمعت إلهان عم يقول إنه الملف معه. بدي أنا أسمع الحكي منه يا يلدز. وشو ساوي بالشريط؟ يا عيوني أنت عندك مكان سري كتير منيح بتحطه هنيك. ما راح يكون تحت إيدك مادي أحسن من هي تستخدمها ضدي وقت بتعتاز. بلا هالمزح سيدي. بس إذا بتفكر فيها يا يلدز، الله عليم شو بعمل فيك. روح هلأ ساوي شغلك. بدي تعرف لي وين بيت المقدم الآن لأني راح زوره المساء. بأمرك سيدي فورا. شكرا كتير إلك ست سلطانة. مشروب الهنا. لو تتصل فيهم. يبدو مشغولين هلأ. يلا بس يفضوا رح يرجعوا أكيد. بستناهم. أهلا وسهلا. اجعلنا من القوم الصابرين وأعنا. اهدنا يا رب لنكون من الحامدين، وأنعم علينا بعنايتك يا ربي، واجعلنا من أصحاب الجنة. إليك نتجه بالتوبة فتقبل منا. أنت ربنا الأعلى، أنت ارحمنا يا الله. آمين. آمين. نحن كلنا رح نموت بالأخير، والله سبحانه وتعالى رح يمتحننا بالأفراح وبالأتراح. طبعا كلنا رح تنتهي حياتنا أخيرا وترجع الروح للباري. بعضنا بالأعمال الصالحة وبعضنا بما فعل من معاصي. يعني صاحب المعاصي يلي بيقتل وبينهب وبيحرق ما بيتحاسب بالآخرة؟ مو شرط. معظم الوقت بيلاقي جزاته بدار الدنيا. بيقولوا أجدادنا لا تستخف بدعوة المظلوم، تتحقق عاجلا أم آجلا. طبعا الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وبينصر المظلوم، والمظلوم بينتصر على الظالم.
وهذا كلام أكيد. البنت اللي حبيتها انحرقت وماتت راحت، معناها شو بعمل؟ الموت مو هو النهاية، هو بداية حياة الخلود. اللي حبيتها رح تلاقي وجه الكريم يا ابني، والحياة مستمرة إلى وإلك كمان لكل الموجودين. بس لما بنجي على الحياة بيكونوا اللي حوالينا سعداء وعم يضحكوا، بس نحنا منكون عم نبكي. دعيلة لمرتك بالجنة وانه يكون عم يستقبلها شهداء الله الصالحين يا ابني. نحنا عم نبكي هلا لانه بنتنا كونول تركتنا بجسمها مو بروحها. معناها ليش لحتى ما اموت لروح لجنبها؟ ليش ما انتحر؟ لا، لازم تستمر الحياة وتعيش بسعادة وتعمل عمل خير وتحاول تمنع الشر بأي شكل بإيدك ولسانك. رح تموت انت بس تجي ساعتك، وان شاء الله بالآخرة تكون مع حبيبتك. بيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من يحب. بس ما عم تزبط معنا هالشغلة، يا منصير أسرى للي منحبهم يا أما نحن من أسرى. عم تحكي شي يا ميماتي؟ لا ما عم أقول شي، ما في شي بابا عمر. ساوي لك عشاء مثل العادة لك ابني. لا أمي هيك منيح. لا ما بيصير هالحكي. ها هي أكلة بتحبها كتير. يسلموا إيديك كتير طيبين. شو كان صار بحالتي لولا طبخاتك؟ بدي يصير لي كني وعلمها هالأكلات يا مراد. إن شاء الله. إيه طبعاً إن شاء الله. بس إمتى رح يصير هالشي؟ إمتى ما قلتي لي تجوز أنا جاهز. شو هالحكي يا ابني؟ ما أنا دايماً عم أقول لك تجوز.
امتى بدي اتجوز؟ مو شايفة حياتي؟ إذا بدنا نستنى حياتك لتتصلح، هوهو. طيب لا تاكلي همي، كلي هم البنت يلي بدها تصير كنتك. ابني أنا شفقانة عليك، ومشان هيك بدي اياك تأسس بيت. يلي بيقدر يأسس بيت بيأسس أي شيء، وبيقدر ينجح يا ابني. هاي نصيحة أم، اوعى تستهتر فيها. ماشي أمي، مثل ما بدك. يعني بشوف لك بنت حلال؟ بتحب تساوي لك شي لقمة؟ عم بتقولي فرقنا بريحة طيبة مو هيك؟ لا والله مو قصدي، بس واضح انه الجماعة مو راجعين هلأ، وقلت لحالي بتكون جات. يلا، وعبد الحي ما عم بيرد على تليفونه كمان. مين عم يدق لك من الصبح وما عم ترد؟ هذا حسني. ايه وشو بده؟ ما بعرف، ماني فاضي له هلا. شغلات تركي، ما في حدا عاقل بيشتغل معنا. انت جدي معلم؟ جدي بشو؟ الوالدة كانت عم تحكي بشغلة، زواج ما زواج. مماتي انت شفتني شي مرة عم امزح؟ وشغلة التأمينات؟ هدول حركات عبد الحي. يعني عم تفكر معلم؟ الحقيقة أمي اللي عم تفكر. وما قلت لها ما بصير؟ وليش لألا؟ كيف بدك تتجوز؟ الجو مكهرب والأيام قايمة. شو رأيك تقلها لأمي الأيام قايمة؟ منقتل اسكندر وبعدين منجوز مراد. إذا مو قدران أنت تقلها أنا بدي قلها. بس بالأول خليني أعرف، أنت بدك تتجوز؟ قول شي عبد الحي. الله يقدم اللي فيه الخير. إيه كأني أنا عم بطلب الشر. شبك ميماتي، أنت ليش معلق على موضوع الزواج لهالدرجة؟ الحق علي اللي عم بحكي. هات لفش خلقي بهذا المجنون. سلطانة ليش عم تدقلك بهيك ساعة؟ مين؟ قلت سلطانة؟ سلطانة
إذا بتحب بنزل وبشوف الوضع قبلك. ماشي روح شوف قبلي، إذا لقيت الوضع مناسب خلينا ننزل نشرب فنجان قهوة مع المقدم إلهان.